السلام عليكم حبايبي وصحابي. أصعب ثلاث حاجات ممكن الإنسان يعيش في حياته بيهم، أول حاجة فيهم إنك تكون متعود على إنسان بتشوفه ليل نهار ما بتفرقهوش ولا بيفرقك، علاقتك بيه جميلة جدا، علاقتك بيه حلوة قوي، عاملين مع بعض دويتو عالي جدا جدا في المشاعر وفي الإحساس وفي الأخوة، وفجأة ومرة واحدة تلاقيه بقى تحت التراب. صعب جدا، إحساس بشع. صعب جدا إنك تعيش حياتك بعد ما تفارق الإنسان ده. تاني حاجة إنك تحب إنسان حب شديد جدا بإخلاص، تخلص له قوي من قلبك، ومرة واحدة يعدي من قدامك ولا أكنك شايفه. مرة واحدة كل حبك اللي كان ليه ده يبقى in vain، في الهوا، يروح هباء. طبعا صعب برضو، مش هتقدر تعيش بالوضع ده. تالت حاجة قاسية جدا على الإنسان إنه يفقد أمه. إحساس رهيب، إحساس بشع. هي سندك، هي روحك اللي انت عايش بيها، هي الهوى اللي انت بتتنفس بيه. يا ترى قصرت معاها ولا كنت فعلا قد المسؤولية قبل ما تموت؟ يا ترى رعيت ربنا فيها ورضيته فيها وحققت فيها بر اللي ربنا قال عليه، ولا خذلت ربنا فيها لا سمح الله والعياذ بالله؟ هتعيش حياتك ازاي بعد كده، بعد ما تفارق امك؟ ربنا يصبرنا ويصبركم جميعا. شكرا.